انا الان في المطار وكم واحد يشوفني ويسال نفس السؤال، كل ما مر على واحد يقول احنا مسافرين صيف برا، قاعد يمكن شهر، قاعد شهرين، رايح سياحه، رايح اصيف برا. هل هناك يعني مده معينه لقصر الجمع، 3 ايام، 5 ايام؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء. الصحيح ان المسافر اذا سافر ونوى السفر وما نوى الاستيطان في البلد اللي رايح لها يحق له ان يقصر ويجمع. واحد معانا الان رايح دولته، رايح بلده، مصري ولا اردني، رايح من الكويت الى الاردن، شغال في الكويت، هو من اهل الاردن، في الاردن يتم، هني في الكويت يتم، يقصر بين البلدين، راح ترانزيت ما عليك شيء. فالناس اللي مسافرين سياحه وغيره، قول ابن تيميه شيخ الاسلام والشيخ ابن عثيمين والامام ابن القيم ان المسافر يحق له، يجوز له القصر والجمع، وليس هناك مده معينه، ولو جلس شهر، شهرين، ولو كان يعرف متى يرجع، على القول الراجح. لان مساله خلافيه طويله جدا بين الفقهاء. الصحيح حق له القصر والجمع، والجمعة لا تجب عليه. بعض الناس يشكل علي مسألة يقول أنا عارف متى عودتي، أنا أقلع اليوم تاريخ 15/6، عودتي 15/8، قاعد شهرين وعارف متى أرجع. هل في دليل يقول لك أنك تعرف متى ترجع، أنك أنت تتم الصلاة؟ اسمك مسافر، ما زال اسمك مسافر، ما أنت مقيم، رايح تركيا، رايح دبي، رايح قطر، رايح الرياض، اسمك مسافر، فيجوز لك القصر. قال تعالى فليس عليك من جناح أن تقصر من الصلاة، وما قال أيام أو محددة. ابن عمر في أذربيجان حبسهم الثلج 6 أشهر قصر وجمع، وما في دليل. فالإشكال في مسألة ثانية اللي هي موضوع الناس اللي يداومون دوامات بعيدة. أنا من بيتي إلى مكان الدوام مقر العمل 100 كيلو، بس اسمك مسافر؟ لا مو مسافر، إذا ما تقصر. بس 80 كيلو للمسافر، للمسافر إذا نويت السفر، أنت ما نويت السفر، هذا عملك. لكن لو عملي 400 كيلو ولا عملي 300 كيلو أقصر وأجمع بين المنطقتين. بعض الأخوة يقول أنا ساكن مثال براس الخيمة، ولا ساكن مثال في ملقوين، أطلع منها إلى أبو ظبي، إيش بعدها؟ واحد ساكن في الرياض يداوم وين؟ في الدمام. مستحيل المسافة هذه، مالك مقر وسكن، قاعد تسمع الأذان وهذا عملك، ممكن تكون يومين داوم تجلس هناك، أو يدومون بالحدود. عندك مقر وسكن، تتم هناك في دوامك، تتم في دوامك على القول الصحيح، خروج عن الخلاف. قاعد تسمع أذان عندكم جماعة وجمعة، ما عليك حرج، تقصر بين المنطقتين. أما الموظفين بالطيران والناس اللي يسافرون على طول، اللي يسافرون على طول، هذا حق له أنه يقصر ويجز له الجمع، ولا حرج إن شاء الله تعالى. الطيارين وغيرهم يصلون طبعا بالطرق الصحيحة اللي قلناها لكم في دروس أحكام فقهية في صفة صلاة المسافر، ومن صلى على الكرسي يوقف الحرام يكبر بعدين يقعد كم صلاة. هذا مو حديثنا اليوم، حبيت أنوه على هذه النقطة المهمة. الآن كم واحد يسأل؟ أبشر. فكم واحد، هذه إجابة عن أكثر أسئلة ترد خاصة في هذه الأيام، أعرف متى أرد، هل في تحديد مدة معينة، 3 أيام قول الحنابلة، 5 أيام بخلاف يوم دخول وخروج. أقوال ترى للعلم، 21 قول في المسألة هذه، مسألة أحكام القصر والجمع، يقصر ويجمع، اللي رجح الشيخ إسلام تيمية، وهذا كلام شيخنا الفقيه، فقيه الأمة العلامة الشيخ ابن عثيمين، وهذا قول ابن القيم، يعني ابن تيمية شيخ الإسلام، ابن عثيمين ابن القيم، قالوا أنه لم يرد هناك نص يحدد مدة السفر. فاسمك مسافر يحق لك القصر والجمع، حتى الطلبة اللي يدرسون برا على القول الصحيح، العلاج بالخارج كذلك يجوز لهم القصر والجمع، هذا اللي رجح الشيخ ابن عثيمين. أدري الشيخ ابن باز يقول كلام هذا غير هذا، أو الشيخ عثمان الخميس أبو محمد الله يحفظ الجميع، لكن مسألة اجتهادية، فمن شاء بيأخذ القوال هذه، لكن اللي رجح أهل العلم اللي أنا أشوفه والله أعلم، يحق لك القصر والجمع، الدين يسر. وأصل الصلاة قاعد تصلي أنت، أصلها ركعتين، أول ما فرضت الصلاة ركعتين، وقرت في السفر زيدت في الحضر، وهذا حديث أم عائشة رضي الله عنها. والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، والدين يسر. والله تعالى يقول الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال السفر قطعة من عذاب، حديث عظيم. فالناس يجوز لها الفجر بوقتها ما تؤقدم ولا تؤخر، الظهر تأخرها إلى العصر، أو العصر مع الظهر جمع تقديم أو تأخير، المغرب مع العشاء، العشاء مع المغرب، تصبح 3 أوقات بدلا تكون 5 أوقات. حبكم في الله، السر تعالى يحفظ المسافرين ويردهم سالمين غانمين، وأنا ذاهب إلى أقوم بواجب العزاء لأخوي عزيزي الشيخ فيصل الشحي، عسى تعالى أن يعظم أجره بفات والدته، عسى ربي يحفظ البلاد والعباد، وهذا واجبنا. وتعزية كل مبتلى، من عز مبتلى كساه الله حلة يخبر بها إلى يوم القيامة. وأي واحد أصيب بمصيبة تعزيه، تدخل السر عليه، مو بس أداء واجب،
يعني لما تستشعر لذة انك انت تعزي اخوك المسلم، عسى ربي يسكن وارث الجنه ويجعلها ممن يحيى قيم ان شاء الله تعالى شهيدا، لان المفطون شهيد، من توفي بمرض الطاعون والوباء وحتى كورونا وغيرها، اسال الله ان يجعلها من الشهداء. حفظكم في الله، وصلى الله تعالى يحفظ البلاد والعباد. السلام عليكم.